اهلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي الاوفياء لقناه شوف تي في. مرحبا بكم متابعي الاوفياء في هذه الجوله الصباحيه. يسعد صباح جميع المشاهدين والمتابعي الاوفياء سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه. جمعه مباركه للجميع اكيد متابعي الاوفياء. نتمنى انكم تكونوا على ما يرام متابعين في هذا البث المباشر والحصري اجواء الممطرة بمدينة الأرعاد. إذا تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة الأرعاد. إذا كما كتشاهدو متابعين الأوفياء أجواء ممطرة بمدينة الأرعاد الآن وجو بارد. كنتمنى أنكم تكونوا على ما يرام متابعين الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري. غيابات متابعين الاوفياء انكم تعرفوا لنا بالمدن اللي كتنتميو ليها وكيعاملوا الاجواء ديال مدينتكم. كاين شي شتا كطيح كاين شي حراره كاين شي برد ولا الاجواء عاديه. دانا كما كتشاهدو متابعين الاوفياء اجواء ممطره بمدينه العرائش. يعني تساقطات مطرية في المدينة واش متابعين الأوفياء البنية التحتية قادرة أنها تستوعب أمطار الخير. إذا تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. نتمنى انكم تكونوا على ما يرام متابعين الاوفياء في هذا البث المباشر والحصري. وفي عباس متابعين الاوفياء ذكروا لنا بالمدن اللي كتنتميو ليها وكيعامل الاجواء في مدينتكم. كاين شي حراره كاين شي برد كاين شي شتا اكيد ان الوقت ديال الشتا واللي جا وقته ما يلام ما يتلام. خي علي مرحبا بك علي وتحياتي لك. نوال صباح الخير من طنجه مرحبا بك. اخت نوال كيعامله مدينه طنجه الان كاين شي شتا كطيح كامل الاجواء بمدينة طنجة كاين شي حرارة. إذن تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة الأرعاد. إذن مباشرة يسعى صباح السلام عليكم من إسبانيا إشبيلية تحياتي لك. مرحبا بك مرحبا بجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا الجو. كما كتشاهدوا اجواء ممطره الان بمدينه العرائش جو بارد قطرات مطريه بالمدينه. نتمنى انكم تكونوا على ما يرام متابعين الاوفياء في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش. ابراهيم مرحبا بك خي ابراهيم تحياتي لك كبير. مرحبا نوال تحياتي لك. مرحبا بجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث سواء من داخل ارض الوطن او من خارجها. كنتمنى انكم تكونوا على ما يرام متابعين الاوفياء. كنتمنى انكم تكونوا على ما يرام متابعين الاوفياء. اذا انا كيعمل الاجواء بالمدن ديالكم اللي كتنتميو ليها متابعين الاوفياء. كاين شي شتا كاين شي برد كاين شي حراره. كما كتشاهدو متابعين الاوفياء اجواء ماطر ممطرة بمدينة العرائش. تحية متبادلة حي عبد الجليل تحياتي متبادلة. كنحيوك وكنحيو جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء من داخل ارض الوطن او من خارج. الجو ديال الشتا والله ينفعنا والله يحسنا على قد النفع اكيد متابعين الاوفياء. الله ينفعنا والله يعطينا على قد النفع والله يعطينا كذلك على قد القوادس ديالنا اكيد الله يعطينا على قد القوادس ديالنا. لنا تحية كما قلنا متبادلة. إذا كما قلنا متابعين الأوفياء واش البنية التحتية قادرة أنها تستوعب الأمطار؟ للأسف الشديد البنية التحتية بالمدن ديالنا بنية ضعاف
ما يقدروش انهم يستهلكوا للاسف القطرات المطريه. تكون غير ساعه ديال المكانه ديال الشتاء بدات ما كتوقفش، كتسبب فيضانات وكتسبب مجموعه ديال الاشياء الاساسيه. تحياتي من الشركه اتباعك عبد الله، مرحبا بك وتحياتي لك. كنحييكم ومرحبا بك في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائس. انا مباشره من تبني الاوفياء من مدينه العرائس في هذا البث المباشر والحصري. كما كتشاهدوا اجواء ممطره بالمدينه، شي ورقيقه كما كنقولوا هذه هي اللي كتدخل، شي ورقيقه متبني الاوفياء. نتمنوا ان التليفون ما يفزكش، ديروا معكم جوله خفيفه ظريفه. اذا يسعد الصباح لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء داخل ارض الوطن او من خارجه في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائس. جمعه مباركه للجميع اكيد متفائل. الله يرحمنا والله يعطينا لقب النفع اكيد. تحياتي لك عبد الله ابراهيم، تحيه من مبركه، تحيه من مبركه ابراهيم، تحيه لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه في هذا البث المباشر والحصري. كما كتشاهدوا اجواء ممطره بمدينه العرائس. انتما كيعمل الاجواء بالمدن اللي كتنتميو ليها، كاين شي شتا كاين شي برد اولا الجو عادي وصافي. اذا انا كنحيي جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري. نستودعكم في امل اللقاء بكم مره اخرى من عاصمه الضباب لندن. تحيه لكل ابناء مدينه العرائس الحبيبه. اخي احمد تحياتي لك ومرحبا بك بمدينه العرائس الثانيه عالميا من بعد لندن بمدينه معروفه هي مدينه الضباب. كنحيي جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائس. تحياتي للجميع.